أبو حمزة عن موضوع السجود في آخر السورة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فذكر لي جزاه الله خير شيء من العلم، ما دام انه في العلم الحين خليه يطلع الحين. سم الله عدوك ابو عبد الرحمن. هو فيما يتعلق بسجود التلاوه، طبعا احنا عندنا في القران الكريم 14 سجده. كيف 14 سجده في القران الكريم؟ صح صح. ففيما يتعلق بسجود التلاوه، يمكن بعض الاخوه ما يعرف الدعاء او ما يحفظه. يعني بعض الناس ممكن يسأل وش اللي بيقول، فإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك، اللهم اكتب لي، اللهم اكتب لي بها أجرا وارفعني بها درجة واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. إذا كنت في الصلاة، إذا كنت في الصلاة تسجد، إذا مررت بسجود سواء كنت إمام أنت تؤتم بالإمام، إذا سجد الإمام تسجد، إذا لم يسجد الإمام لا تسجد، يعني لا تخالف الإمام. أما إذا كنت لحالك وتقرأ لحالك وبلغت السجود فتسجد سجود التلاوة وتقرأ هذا الدعاء الذي ذكرته منذ قليل، أو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ولو ما حفظ الأول واللي قلته، لو قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تجزئ. مثل في مجلسنا هذا وتليناها، وله مثلا متيسر مثلا السجود زين، هل ممكن واحد لو يومي إيماء؟ هذا الأمر فيه سعة، يعني إذا أراد الشخص أن يقوم ويسجد لا بأس، وإذا لم يسجد لا حرج عليه. وبعض العلماء أو بعض مشايخنا كنا نتعلم القرآن على أيديهم، كان الموطن أو المقام لا يتسع أنك تسجد، فهممت أن أسجد، فقال لي يعني لا تسجد ولكن يمكن أن تقولها، أن تقرأ هذا الذكر. جميل. بعد موضع السجود، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنك ما يصلح إنك تقول سبحان ربي الأعلى لأنها لا تقال في السجود، وهكذا. جميل. أي نعم مو شرط اتجاه القبلة زين، إذا تعلم، إذا لا إذا تعلم اتجاه القبلة تسجد باتجاه القبلة، أما إذا لم تكن تعلم فأينما تولوا فثم وجه الله. أنا قاعد أقرأ ومتجه شرق مثلا أو جنوب وتعلم الشمال. أن القبلة مثلا بالغرب أو لا تتجه للقبلة وتسجد، أقوم من مكاني نعم أنت كده بالأساس ستقوم لسجود التلاوة. فلا هو سجود، أنا أقصد سجود التلاوة ولا سجود، ما يشترط لها قبلة. سجود التلاوة نعم، أنت ستسجد السجود، أنا جالس القبلة باتجاه مثلا الشمال الغرب الغرب أو الفاء، ما أسجد بعكس اتجاه القبلة أو بعيد عن القبلة. طيب خلص. الشباب افتحوا العلم اليوم، احنا داخلين اسبوع علم مو بلا فتوى الشيخ ابن باز. اصبر علي واحده واحده. الشيخ ابن باز الان الشباب ينقلون يقولون لا يشترط له لا طهاره ولا قبله. نعم زين، يعني ما تشترط له. انا هذا الخلاف الامر على استحباب. طيب يعني والثانيه من هو كلام الشيخ الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي يقول الله. استحباب السجود حتى لو كنا في مجلس او في اي الامر على الاستحباب، ولا الحمد لله رب العالمين ان الامر بسجود التلاوه على الاستحباب. أيوة. حتى في الصلاه اذا لم تسجد الصلاه صحيح. صح. انا سمعت قبل سمعت ترى كلمه سمعت لا تمسكون بها، يعني رب حامل وش يعني الواحد يبلغ. أيوة. بلغوا عني ولو ايه بلغ او عن سامع. نعم. انت تقرا وانت جالس في بيتك في بيتك. أيوة. جالس طيب وجاك جتك السجده تسجد وانت ما انت عليه وتقرا سبحان ربي الاعلى او الدعاء هذا فتوى الشيخ ابن باز اللي قالوها مشهور. تسلم حتى تسليم ما فيها او تسلم ما فيها. لا ما فيها تسليم ما فيها تسليم. زين بس سلامتك والله يحييكم. خلنا نقول اذا مشاريعنا في الخير فيه